السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم مستر احمد العبد من قناه دروس عالمي اونلاين ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بداناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الاول الثانوي ناخد النهارده يونت 5 ليسونز 1 اند 2 وهنبدا زي ما احنا متعودين باهم الكلمات اب أبليكيشن اب ابلكيشن بريك انتو بريك انتو كوميونيكيشن كوميونيكيشن كونكت كونكت هاك هاك hacking, hacking, internet of things, internet of things, link, link, security, security, smartphone, smartphone, technology, technology, the internet, the internet, book, book, businesses, businesses, camping, camping, coos, coos, control, control, creative, creative, develop, develop, device, device, driverless, driverless, electric, electric, electronic, electronic, electronic empty, empty, evidence, evidence, flexible, flexible, heating, heating, illegally, illegally, imagine, imagine, intention, intention, lighting, lighting, major, major, management, management, medicine, medicine, network, network, online online particular particular petrol petrol possibility possibility power station power station present present rubbish rubbish self management self management survey survey system system use use worldwide worldwide أهم التعريفات أول حاجة عندي كلمة app طبعا اختصار لكلمة application اللي هو تطبيق a computer program ده برنامج في الكمبيوتر designed to perform يعني تم تصميمه لكي يقوم بإيه ممكن أقول perform أو do a specific function وظيفة أو مهمة محددة communication اتصال أو تواصل systems to send and receive information ده الأنظمة عشان نرسل ونستقبل المعلومات connected متصل أو مرتبط when more than one thing is joined or linked لما يكون أكثر من شيء طبعا إيه متصل مع بعضه ومرتبط مع بعضه hack يقرصن to break into a computer system illegally لما تخترق نظام كمبيوتر بصورة غير قانونية the internet الانترنت A world -wide computer network يعني شبكة للكمبيوتر يعني world wide يعني إيه دولية Link رابط A place in an electronic document مكان في طبعا في وثيقة إلكترونية That takes you to another page or website بياخدك ليه لصفحة تانية أو موقع تاني Security الأمن Protecting a place لما يكون بحماية مكان or person أو شخص Smartphone الهاتف الذكي a device that can connect to the internet يعني جهاز نقدر نوصله بالانترنت technology تكنولوجيا the use of science استخدام العلم to create devices عشان نبتكر أجهزة for everyday use للاستخدام اليومي ناخد بعد كده أسرع كلمات number one I have a new on my smartphone which helps me practice foreign languages أنا عندي على التليفون الذكي بتاعي بيساعدني اتدرب يعني وامارس اللغات الاجنبيه طبعا عندي كده ايه اب تطبيق نمبر 2 no one can not into my computer as i have a strong antivirus software طب ما حدش يقدر يعمل ايه في الكمبيوتر بتاعي لان عندي انتي يعني مضاد للفيروسات برنامج مضاد للفيروسات قوي جدا طبعا كده ما حدش يعرف يعمل اختراق يبقى هاك يخترق او يقرصن نمبر 3 IoT stands for stands for يعني الثلاث حروف دول اختصار لايه طبعا انترنت اوف ثينكس الليتر دي اللي هو انترنت الاشياء نمبر فور A uniformed not a man met them at the gate and asked for their identity cards هو يونيفورمد هنا عايز اقول لك يعني لابس زي موحد طبعا قابلنا عند البوابه وطلب مننا بطاقات الهويه بتاعتنا اللي هي يعني اكيد ده بتاع الامن يبقى يونيفورمد سيكيورتي نمرة 5 نوت از ديفلوبينج سو فاست طبعا بتتطور بسرعه جدا ذات إكسبيرتس بليف ذات ايريوان ويل بي كونكتد تو ذا انترنت لدرجه ان الخبراء بيعتقدوا يؤمنوا ان كل واحد هيكون قادر على الاتصال بالانترنت ان افيو ييرز طبعا في سنوات قليله كده انا بتكلم على ايه؟ كده تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا نمبر 6 مور اند مور بيول ار شوبينج اون ذا ناس اكتر واكتر بيزدادوا في العدد we شو no فين on the internet على الانترنت نمبر 7 a thief broke the old man's house yesterday يقول لك اقتحم المنزل بتاع الراجل العجوز بالامس يبقى broke into لان break into يعني يقتحم نمبر 8 the note of the managers ideas to the staff is important بيقول لي هنا طبعا ايه تواصل الافكار توصيل الافكار بتاع المدير يعني لفريق العمل مهم جدا يبقى إيه The communication letter B. تمام. Number 9 Your computer has very important information. الكمبيوتر بتاعك فيه معلومات مهمة. Protect it against. يعني احميها ضد مين؟ طبعا هتحميها ضد الايه؟ القرصنة. يبقى هنا hacking. تمام. Number 10 If you have a URL, you can surf the internet on it. لو عندك ايه؟ ده ممكن طبعا يعني تتصفح الانترنت باستخدامه يبقى لو عندك سمارت فون تليفون ذكي. 11 ماي لابتوب is to the internet through واي فاي اللابتوب بتاعي متوصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي يبقى ايه؟ يبقى از is connected يبقى letter C. Number 12 sugar is a cause of tooth decay والله السكر طبعا يعتبر السبب ايه بالنسبة لتلف الأسنان وتسوس الأسنان. طبعا ده يعتبر سبب رئيسي يبقى major cause number 13 self is necessary to the success of any person طبعا هنا بتكلم على سيلف ايه self management الاداره الذاتيه ضروريه لنجاح اي شخص number 14 in the past في الماضي people burned wood for الناس كانت بتحرق الخشب من اجل ايه and cooking والطهي طبعا من اجل التدفئه والايه والطهي يبقى هنا heating number 15 a team of researchers are doing a or an فريق من الباحثين عملوا ايه طبعا are doing a survey دراسة بحثية او اقصائية بيدرسوا فيها حاجة معينة او ظاهرة معينة number 16 ممكن كمان اقول على كلمة survey استطلاع number 16 I think a car is not safe to travel in والله انا اعتقد ان السيارة الهين طبعا مش يعني غير آمنه ان الواحد يسافر بيها ما فيهاش أمان طبعا درايفرلس كارز اللي هي سيارات بدون سائق اللي الكترونيه يعني نمبر 17 watching too many videos not the, the battery of a mobile مشاهدة الفيديوهات الكتيرة بتعمل إيه في البطارية بتاع الموبايل طبعا بتفضيها بتفرغها يبقى امبتيز يفرغ نمبر 18 نيو لوز القوانين الجديدة have بين to stop cyber bullying. والله القوانين الجديدة تم إيه؟ طبعا تم تقديمها وعرضها لكي إيه توقف البلطجة اللي هو التنمر يبقى الإلكتروني اللي هو إيه؟ إنتروديوز لأن سايبر بولينج تنمر إلكتروني. قدموا قوانين جديدة عشان توقف التنمر الإلكتروني. نمبر 19 إلكتريستي إز produced إن ستيشنز. طبعا هنا الكهرباء يتم إنتاجها فين؟ طبعا باور ستيشنز محطات الطاقة. نمبر 20 I have strong not that this thief has stolen my motorbike انا عندي ايه قوي ان اللص ده سرق الايه الدراجه البخاريه بتاعتي يبقى انا عندي دليل قوي يبقى evidence letter c number 21 i to train tickets to cairo طبعا هنا ايه بيتكلم ان انا حجزت تذكرتين للقطر اللي رايح القاهره يبقى هنا بوكد لان بوجد معناها كتاب او معناها حجزه وهنا حجزه نمبر 22 Small not help young people to have jobs and start their lives طبعا بيتكلم هنا على ان ايه الصغيره ممكن تساعد الشباب ان هم طبعا يعني يحصلوا على وظائف ويبداوا حياتهم طبعا ممكن اقول small businesses اعمال تجاريه بسيطه او شركات صغيره. Number 23 in some situations في بعض المواقف you should behave in a or an way to avoid making matters worse. في بعض المواقف لازم أن تتصرف بايه؟ طبعا لكي تتجنب انك تخلي الامور يعني تزداد سوء، يبقى لازم أن يبقى عندك مرونه يبقى فليكسيبل. 25. The smart mobile is a wonderful. الموبايل الذكي بتاعي is a wonderful يعتبر ايه؟ wonderful ديفايس، جهاز رائع. Number 25. The battery is empty، البطارية فارغة. In this sentence في الجملة ديت the word empty is a كلمة ام بي هنا تعتبر ايه؟ طبعا Adjective صفة تمام. نمبر 26 The Internet is our end that connects millions of computers and other smart devices all over the world. طبعا هنا الإنترنت يعتبر ايه؟ بيربط ملايين الكمبيوترات وكمان الأجهزة الذكية على مستوى العالم ده يعتبر شبكة يبقى Network. نمبر 27 I like this writer because he has a or an style. أنا بحب الراي الكاتب ده المؤلف ده لأن عنده ستايل إيه؟ الستايل بتاعه يعتبر creative يعني مبدع. Number 28 reading in poor not affects your sight badly. طبعا القراءة في إيه ضعيفة تؤثر على الرؤية بتاعتك بطريقة سيئة يبقى reading in poor lightning القراءة في الإضاءة المنخفضة زي ما بيقولوا طبعا بإيه بي بيسبب مشاكل بالنسبة للرؤية عشان الناس اللي بتفتح الموبايل بالليل خالص وتطفي النور طبعا ده غلط نمبر 29 not our systems to send and receive information طبعا دي تعتبر زي بقولوا ايه يعني أنظمة الأنظمة دي بتحاول ترسل وتستقبل الايه المعلومات أنا بتكلم على ايه أنظمة الاتصالات يبقى communications number 30 not is the use of science to create devices for everyday use استخدام العلم عشان ايه نبتكر اجهزه ونعمل اجهزه للاستخدام اليومي يبقى ديت طبعا تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا نمبر 31 when more than one thing is joined or linked they are لما اكتر من شيء يتم توصيله مع بعض وربطه ببعض they are يبقى دول ايه طبعا يبقى دول connected لما توصيلهم ببعض نمبر 32 the not is a worldwide computer network تعتبر شبكه كمبيوتر عالمية طبعاً the internet let it be low internet number 33 a knot is a device that can connect to the internet that has neither an installable internet it's a smartphone ذكي number 34 a uh, or N is a computer program designed to perform or do a specific function طبعاً ده برنامج الكمبيوتر تم تصميمه لكي يؤدي زي ما هي يعني وظيفة محددة طبعا بتكلم على ايه طبعا ده يبقى اب اللي ايه تطبيق نمبر 35 تو نوت اس بريك انتو كمبيوتر illegally لما اختار الكمبيوتر بصورة غير قانونية يبقى ايه طبعا تو هاك يقوم بالقرصنة يخترق يعني نمبر 36 نوت از things that are done to protect a place or person طبعا الاشياء اللي بنعملها عشان نحمي مكان او نحمي شخص يبقى ده ايه اللي هو سكيورتي اللي هو الامن نمبر 37 ار ان از ا بليس ان ان الكترونيك دوكيومنت مكان في وثيقه الكترونيه ذات تيك يو تو انذر بيج بياخدك يوديك لصفحه ثانيه او ويب سايت او موقع ثاني طبعا بنتكلم على الرابط اللي هو ايه لينك تمام ناخد بعد كده فوكابولاري ستادي اول حاجه فيربال كوليكيشنز المتلازمات اللفظيه كلمه تشيك ماي سات ناف اتحقق من توجيه بالقمر الصناعي make life better تجعل الحياة أفضل. make a decision يتخذ قرار. be known as يكون معروف ك خلي بالك احنا قلنا قبل كده كتير ان بي اللي هي فيرب تو بي ام از ار was وير. collect someone يصطحب او يوصل شخص بالسيارة. collect information يجمع معلومات. lose money يخسر مال. send messages to يراسل. السينونيمز المترادفات أول حاجة app تطبيق طبعا هنا المرادف بتاعها synonym أو meaning application book يحجز reserve recent حديث new او modern او late الأنتونيم المتضادات correct صحيح عكسها طبعا الأنتونيم أو الأبوزيت incorrect او wrong major كبير أو هام أو رئيسي عكسها minor little unimportant صغير أو غير هام online متصل بالإنترنت أو على الإنترنت عكسها اوف لاين او ديسكونكتد غير متصل بالانترنت او ليس على الانترنت سند يرسل عكسها ريسيف يستقبل المشتقات قلنا قبل كده مشكله المشتقات عندنا لازم نكون عارف المكان مكان الفعل فين في الجمله مكان الفاعل مكان المفعول مكان الصفه ومكان الظرف هناخد الكلام ده من خلال الامثله اللي قدامنا اول حاجه كلمه ابلاي المضارع طبعا ابلايد يطبق او يتقدم It's difficult to apply this design. طبعا من الصعب ان احنا نطبق التصميم ده. طبعا apply هنا فعل جاي بعد كلمة to لانه to be مصدر. She applied for a job. هي تقدمت بطلب وظيفة. يبقى applied هنا فعل ماضي جه بعد الضمير الفاعل. يبقى ده مكان الفعل. Application طلب انضمام. ده اسم ناون I sent انا قمت بارسال my application by mail. ارسلت الابلكيشن بتاعتي بالبريد. خلي بالك هنا انا اللي هي I فاعل. سنت فعل ماي ابلكيشن مفعول اذا الاسم ممكن يجي في محل مفعول فبيجي بعد الفعل ابلكيشن تطبيق ناون اختصار طبعا اب ممكن تيجي فاول الجمله في محل فاعل ذا ابلكيشن اوف ذيس ديزاين از difficult التطبيق بتاع التصميم ده صعب يبقى الاسم ممكن يجي فوق الجمله كفاعل او بعد الفعل في محل مفعول ابلايد تطبيق ديت صفه وي ستادي ابلايد ماث ان سكندري 2 درسنا الرياضيات التطبيقيه في سنه ثانيه ثانوي خلي بالك ابلايد صفه والصفه تصف الاسم وتاتي قبله وصفت كلمه ماث فعشان كده جت قبلها. Communication المشتقات بتاعتها اول حاجه كوميونيكيت يتصل او يتواصل ده فعل بيجي بعد ضمير الفاعل او الاسم. We communicate with foreign customers in English بنتواصل مع الزبائن الاجانب باللغه الانجليزيه. Communication اتصال او تواصل ديت اسم ممكن تيجي في محل فعل او في محل مفعول. We use English as a language of communication with customers واحيانا بيجي قبلها كلمه of هنا يعني بيقول لك احنا بنستخدم الانجليزي كلغه التواصل مع الايه مع الزباين connect أول حاجة كفعل يربط او يوصل او يتصل ديت فعل you need to connect to the internet to send the file خلي بالك كلمه connect هنا جايه بعد كلمه need تو و need to بيجي وراها فعل مصدر connection اتصال او صله او علاقه ديت اسم جت في الاول ايوه في محل فاعل connection to the internet is necessary to send the file. الاتصال بالانترنت ضروري عشان نرسل الملف. لو connected ديت بقى متصل ديت صفة والصفة قلنا you need to be يجب ان تكون تكون ايه؟ يبقى عاوز صفة connected to the internet عشان متصل بالانترنت to send the file عشان تبعت الايه او ترسل الملف. بعد كده كلمة هاك طبعا هاك كفعل معناه يخترق او يقرصن. protect your computer احمي الكمبيوتر بتاعك or it will be hacked into والا سيتم اختراقه. Hacking اختراق او قرصنه ديت اسم. Protecting your computer from hacking from بيجي وراها ناون. Hacker اللي هو قرصان الكتروني. Protect your computer from hackers. احمي الكمبيوتر بتاعك من الايه؟ من المخترقين او القراصنه الإلكترونية Hack كاسم عمليه قرصنه. Some important files have been stolen in a hack. يبقى اعرف ان هي اسم امتى؟ لما يجي قبلها ا. هاجد مخترق او مقرصن دي صفه Our computer system is hacked يا مستر انت قلت قبل كده الصفه تصف الاسم ده كمان خلي بالك ان الصفه بتيجي بعد فيرب تو بي ام از ار الإكسبريشنز والاديومز. التعبيرات والمصطلحات اول حاجه as often as i can كثيرا لاقصى حد ممكن be able to يكون قادرا على be connected to يكون متصل او مرتبط ب Be known as معروف كي احنا قلنا قبل كده ان ب ام ازر was وير. Daily life الحياه اليومية. Decision making صناعة القرار او اتخاذ القرار. Flying تاكسي التاكسي الطائر. Major security problems مشكلة أمنية كبيرة. No longer لم يعد. No more driving لا مزيد من القيادة. On all our flights على جميع رحلاتنا الجوية. On the computer أو سمارت فون على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. on the moon على القمر particular tasks مهام معينه possible problems مشاكل محتمله posting photos ارسال الصور talking to one another يتحدثون الى بعضهم البعض the outside world العالم الخارجي true for you صحيحه بالنسبه لك with no evidence دون دليل world wide web الشبكه الدوليه او العالميه الفعل مع حرف الجر communicate with يتصل به أو يتواصل معه. connect to يربط به أو يوصل به. connect to يتصل به. advantage أو disadvantage to أو of ميزة لي أو عيب لي. يبقى هنا advantage to أو of ميزة لي. لو قلت disadvantage to أو of عيب لي. hack into يخترق أو يقرصن يهكر يعني. live on يعيش على أو يتغذى على. steal from يسرق من. لما نيجي بقى كلير ذا كونفيوجن لاحظ الفرق كلمه اب app وابلكيشن طبعا ابلكيشن اللي معناها تطبيق اختصارها اب يبقى كلمه اب ممكن اقول عليها ابلكيشن امتى اللي هو تطبيق لما يكون تطبيق يكون بعمل معين على الكمبيوتر او الهاتف مثلا جوجل بلاي از فول اوف فري ابس او ابلكيشنز والله اللي هو المتجر بتاع جوجل مليء بالتطبيقات المجانيه لكن ابلكيشن لها معنى ثاني لو طلب التحاق بنادي او جامعه او وظيفه To join this club عشان تنضم للنادي ده، fill in this application form، إملأ هذه الاستمارة. الفرق بين كلمة communicate أو contact. communicate يتصل أو يتواصل عن طريق اللقاء، التليفون، الرسائل. I usually communicate with my friends by phone. أنا عادة بتواصل مع أصحابي بالتليفون. Contact يتصل بي يتواصل مع عن طريق التليفون، الرسائل، لطلب أو إعطاء معلومة. When I saw the smoke، لما شفت الدخان، I contacted the fire. Brigade اللي هي المطاف. الفرق بين security والسيفتي safety. ده الأمن اللي هو التأمين يتعلق بحماية شخص أو ممتلكات. لما أقول the ماتش was postponed for security reasons. الماتش اتأجل بسبب أسباب أمنية. لكن safety الأمان اللي هو عدم الخوف عدم وجود خطر. The airline is taking steps to ensure safety on its aircraft. عايز أقول هنا إن خطوط الطيران is taking steps يعني اتخذ خطوات عشان تاكد الامان على ايه الطياره بتاعتها جنرال اكسرسايز بقى ناخد تمرين عام على الفوكابولري ستادي اول سؤال طبعا زي في الامتحان اختار اجابتين من خمسه something that is recent لما يكون شيء حديث معنى كده ان شيء ده يبقى is ايه هيبقى ايه طبعا اول حاجه زي ما قلنا هتبقى is late طبعا ما ان late معناها متاخر ده late هنا معناها حاجه حديثه لسه وممكن يبقى مودرن حديث نمبر 2 You have a Facebook account عشان يبقى عندك حساب فيسبوك. You have to download and install Facebook. يبقى انت عاوز تحمل وتسطب الفيسبوك تثبته on your phone. هتثبت ايه؟ طبعا هثبت اب اللي هو التطبيق بتاعه او ابلكيشن اللي هو ايه؟ كلمه تطبيق. ناخد بعد كده اختار اجابه من اربعه ام سي كيو نمبر 1 وات ا جريت ديسيجن يو هاف طبعا في اي هنا زياده. It was a hit. بيقول لك يا له من قرار ايه؟ عظيم انت اتخذته يعني ده كان ناجح جدا يبقى هنا هتبقى ميد لان كلمه ديسيجن بتاخد ميد نمبر 2 I don't know where I am انا مش عارف انا فين. I'll ماي set nav يبقى انا هتاكد check ماي set nav. check my سات nav يعني يتحقق من التوجيه بالقمر الصناعي. نمبر 3 help some people work from home بيساعد ناس تشتغل من المنزل طبعا ايه؟ طبعا communications الاتصالات يبقى سي نمبر فور اي دونت نو هاو تو passwords. انا مش عارف ازاي طبعا ايه بنخترق الباسوردات يبقى ايه يبقى هاجس. لان هنا هاو هي كيف هو يقوم باختراق الباسورد يبقى هنا إيه فعل عشان هي تاخد الفعل في اس نمبر five. The police forces قوات الشرطة broke the cave and arrested the criminals اقتحمت الكهف وقبضت على المجرمين يبقى broke into. Number six I have the latest applications my smartphone أنا عندي أحدث التطبيقات على التليفون الذكي بتاعي بإيه؟ on the smartphone. Number seven the thief stole a lot of money a supermarket اللص سرق فلوس كتيرة من من السوبر ماركت يبقى from a supermarket. Number eight I connected his absence from school his illness أنا ربطت غيابه من المدرسة بالمرض بتاعي يبقى اسمها connect إيه؟ connect to تمام. يَرْبُطْ will number nine. What is true, you may be wrong from my point of view. What is true, for you? بقول لك اللي صاحب بالنسبة لك maybe ibehena for. ممكن يكون اللي لك خطأ من وجهة نظري يبقى هنا What is true for you? Number ten. Someone has hacked my Facebook account and posted false news about me. في شخص طبعا ايه اخترق حساب الفيسبوك بتاعي الفيسبوك بتاعي وإيه وقام ايه بارسال معلومات خاطئه او اخبار خاطئه عني يبقى هاجد انتو لان هاج بياخد الحرف الجاري انتو نمر 11 ذير ار سام disadvantages ادفانتجز يقول لك في ايه في بعض, بعض العيوب يعني او المساوئ مودرن تكنولوجي للتكنولوجيا الحديثه يبقى ايه disadvantages تو تمام نمبر 12 I handed my from to the security. عايز لك ان انا ايه؟ ان انا طبعا يعني سلمت ايه؟ للايه؟ للسكرتيري سوري هنا سكرتيري لا سكرتيرة يبقى انا سلمت لها اللي هو الابلكيشن طلبت الوظيفه نمبر 13 she not me about the time of the meeting هي اتصلت بي عشان تعرفني ميعاد المقابله يبقى contacted me تمام احنا يعني كده وصلنا لاخر حياتنا النهارده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله كان معكم مستر احمد العبد من قناه دروس تعليميه اونلاين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته